تطبيق صحي. الأول أنا بحب أشكر يعني قناة صدى البلد بأنها دايما داعمة لهذا المرض ودايما بتسلط الضوء على انحلال الجلد الفقاعي اللي تقريبا ما كانش في حد بيسمع عنه إطلاقا. يعني أنا بنتي اتولدت سنة 1997، ما حدش كان عنده خلفية، وكنت معتقدة إن بنتي هي الوحيدة اللي عندها هذا المرض، ولكن الحقيقة أنا كان اكتشفت بعد كده إن في أطفال وفي ناس كتيرة قوي لكن يعني ما يعرفوش إزاي يقدروا يتعاملوا مع أولادهم. لما ياسمين اتولدت 97 وتوفت 2012 من جراء المرض، الحقيقه انا كنت يعني حبيت ان انا اعمل الدور اللي انا عملته لياسمين مع بقيه الاطفال، لان العنايه الكويسه بالطفل هي بتخلي الطفل ده يقدر يتغلب على الالم بتاعه لو من جراء هذا المرض. مرض غير منتشر، مرض موجود للاسف احنا ما بنعرفوش، ناس كتير ما بتعرفوش، ولذلك دايما بنحب نسلط الضوء على الامراض النادره وبنحاول نساعدهم بكل الطرق. وهستاذنك ان انا اقول احنا كروتري كمجتمع مدني، بدون المجتمع المدني الدوله مش هتعرف تعمل حاجه. احنا لازم كلنا كمجتمع مدني نساعد، ونساعد جامد جدا، ونقدر نقوم بمجتمعنا. الدور العظيم اللي الجمعيه بتقوم بيه هو اللي شجعنا كروتري ان احنا نحط ايدنا في ايدهم ونكون في ظهرهم، لان الحقيقه المرض يعني مهم جدا جدا ان كل الناس تتكاتف انها تعالجه. فاي انسان مش شرط روتري مش شرط الجمعيه، لو لقى مرض بيسيب حد من اهلنا ويقدر يساعد فيه الطبيعي انه يساعد فيه. في منهم في محافظات وناس يعني ما عندهاش مقدره ماديه ان هم يقدروا يتابعوا اطفالهم. الأطفال دي بتتعذب، الأطفال دي سنانها بتقع، الأطفال دي عندها مشاكل في عينيها، في إيديها، في صوابعها، ليهم أكل معين، ليهم علاج على طول، محتاجين على طول تكاليف، معاملة خاصة. فإحنا سلطنا الضوء وعاملين الحفلة النهاردة الروتري علشان يدعم المؤسسة، ونقول للناس بصوا على الأطفال دي وشوفوهم وحاولوا إن إحنا نساعدهم.